عمرو عبد الدياب مخرج لجامعه الرياضه من ضمن لجنه تحكيم مشاريع تخرج كليه اعلام جامعه القاهره. والحقيقه الطلبه عاملين مشاريع جميله، وفي في ميزه في مشاريع الطلبه في كليه اعلام ان هم بيعملوا اللي هم عايزينه، مفيش قيود، مفيش اي حاجه ممنوعه بالنسبه لهم طالما في اطار الاحترام، طالما في اطار الابداع. أنا ياسر فاروق، مذيعة في إذاعة الشباب والرياضة. أنا النهاردة سعيدة جدا إني موجودة في كلية الإعلام جامعة القاهرة، كوني أبقى مشرفة على مشروعات تخرج الطلبة والطالبات النهاردة، فده شيء يسعدني جدا. الحقيقة أنا فوجئت بمستوى الطلبة، طلبة لسه صغيرين في سنة رابعة، يعني طلبة بكالوريوس عاملين 5 مشروعات تخرج، الحقيقة غاية في الإبداع. أنا طبعاً شاركت مع زميلي عمرو دياب وزميلتي نادية نشرت تقييم المشروعات، بقول اللي فازوا بالمركز الأول أو الثاني أحسنتم، يعني فعلاً كانوا مبدعين. اللي فازوا بمراكز أقل الحقيقة ما كانوش أقل في المستوى أبداً. بتمنى لكل الطلبة يعني ربنا يوفقهم ونشوفهم بعد كده إعلاميين كبار. أنا اسمي فجرة علي، إذاعة التلفزيون في إعلام القاهرة. النهاردة كانت مناقشة تقييم مشاريع الراديو وخدنا مركز أول. إحنا مشروع مفتاح صول، فكرته عن مجالات الإيقاع، إزاي فكرة الإيقاع أو النمط أو النظام موجودة في كل حاجة في حياتنا، وإحنا ترجمنا ده في أكثر من مجال زي إيقاع الساعة البيولوجية، ده بحث خدناه في 2017، وإيقاع الكون أو نظرية أثر الفراشة، والتأثير النفسي للإيقاع، وإيقاع العلاقات الإنسانية، وطبعا الإيقاع في الموسيقى اللي استمدينا منه الاسم. بسنت علي، إحنا مشروع رحلة رقم 28 راديو. إحنا مشروعنا بيتكلم عن الأمل أكتر حاجة، والتفاؤل والانتماء، وعاملين الشكل ده كله في شكل كورة. إحنا واخدين رقم 28 من إن إحنا 28 سنة ما كناش صعدنا لكأس العالم، فحبينا نحط إنه أنت اعمل اللي عليك وتوصل حتى لو بعد 28 سنة زي ما إحنا وصلنا بعد 28 سنة. اعتمدنا على مصادر طبعا مهمه جدا كرويا زي احمد شوبير، مجدي طلبه، من كاس عالم 90 هشام ياسين، من اللعيبه طبعا اللي موجودين دلوقتي زي محمود كهربا واحمد الشيخ. كان عندنا برضو حازم امام وميدو. احنا الحمد لله خدنا مركز تاني. الموضوع بتاعنا عن الجيل الرابع، بنتكلم فيه عن التأول المختلفة اللي ممكن تضر الناس والمشروع ده بالها منها، يعني بنركز على أكتر من موضوع من موضوع الشائعات والسوشيال ميديا والحياة بتساهم بشكل كبير في الناس ممكن تضر نفسها بمعلومة مغلوطة وتنقل حاجة هي مش صح. مشروع تخرج راديو حكيته عن أهمية الثروة السمكية، اللي هي كنز الثروة في بلدنا، أهم مصدر معانا رأس الثروة السمكية ومصادر غير مصدر.